هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، هل الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الله في المنام؟ وهل الرواية عن الإمام أحمد بن حنبل أنه رأى الله صحيحة؟ في المنام نعم، الرسول رأى ربه: رأيت ربي في أحسن صورة، وقال فيما يختصم الملأ الأعلى. هذا حديث الصحيح، وقد والحديث كتب عليه ابن رجب رسالة في شرح بيان الأولى، في شرح ما بما يختصم الملأ الأعلى. نعم.